Prep3 students, how are you today? Today we will complete Unit 1, Lesson 2. قبل ما نتكلم على Lesson 2 هنراجع الأول Lesson 1 كنا بنتكلم فيه عن إيه. كنا واخدين الـ Problem Solving Stages وقلت إن أنا عندي 5 Stages to Solve a Problem. وقلت إن أنا بتعامل مع الـ Program بتاعي لو أنا عايزة أنفذ Program لازم أتعامل معاه لأنه Problem. فالـ 5 Stages دول علشان أحل بيهم أي مشكلة هم الـ 5 Stages to Solve problem هم الـ 5 stages to create program. هنبدأ مع stage number 1 كانت الـ problem definition. يعني دلوقتي أتعلم إن أنا أي program هيقابلني علشان أبدأ أنفذه لازم هعمله الـ problem definition دي، لازم هعرف إيه هي المشكلة اللي هتقابل الـ program ده. تاني حاجة هتكون الـ algorithm، والـ algorithm قلت إن هو عبارة عن steps بتكون مكتوبة وأنا علشان أسهل على نفسي فهمها بعمل لها illustrate. illustrate معناها showing by drawing، يعني هعرضها بالرسم عن طريق الفلوت شارت، وده درس النهارده ان شاء الله. بعد كده نمبر 3 هتكون البروجرام ديزاين، الديزاين بتاع البرنامج بتاعي هبدا اشتغل عليه. وبعد كده نمبر 4 بروجرام تيستينج، نمبر 5 البروجرام دوكيومنتيشن. وده كان الفيديو اللي فات. نيجي بقى الفيديو النهاردة وبيتكلم عن الفلوت شارت. ايه هو الفلوت شارت؟ الفلوت شارت عبارة عن it is a diagram that uses standard graphical symbols. هو بيستخدم symbols بس symbols دي standard يعني معينة، مش اي symbol هيقابلني ينفع استخدمه. to illustrate، قلنا كلمة illustrate معناها showing by drawing يعني هعرض بالرسم. هعرض ايه؟ هعرض ال sequence of steps، الخطوات بتاعتي required to solve a problem، وقلنا هي نفس ال stages علشان create program. طيب بعد كده هنتعرف ايه هي بقى ال symbol دي. عندي مجموعة من السيمبلز. أول سيمبل هستخدمه هو الترمينال، بيكون شبه الأوفل كده، وكلمة ترمينال معناها طرفي. يعني إيه طرفي؟ يعني الشيب ده هيجي في أول البروجرام وآخره. طب إيه أول البروجرام وإيه آخره؟ أول البرنامج دايما بتكون ستارت وآخره إند. طب ليه؟ طبيعي جدا ومنطقي، قبل ما أشتغل على أي برنامج هعمل له ستارت هفتحه، وبعد ما أخلص هعمل له إند. فبالتالي الشيب ده برسم فيه خطوتين مهمين جدا، ستارت وإند، بداية البروجرام ونهايته. الشيب التاني الإنبوت والأوتبوت اللي داخلالي في البروجرام. نمبر 3 هتكون البروسيس. البروسيس هرسمها جوه ريكتانجل، وهالريكتانجل انا برسم جواه اي بروسيس. بروسيس يعني ايه؟ يعني اي حاجه فيها ايكويشن، اي حاجه فيها ايكوال دي هرسمها جوه بروسيس. وبعد كده عندي الديزيشن، واخر حاجه خالص الفلو لاينز، دي الستاندرد جرافيكال سيمبلز الخاصه بالفلو شارت. هيكون عندي الترمينال قلنا معناه طرفي بيجي مع ستارت واند، البريلوجرام بيجي مع الانبوت والاوتبوت، والبروسيس هتيجي مع بتترسم جوه ريكتانجل وبتيجي مع اي ايكويشن، وبعد كده الديزيشن والفلو لاينز. هنوضحهم دلوقتي لما ناخد اكزامبل كل واحده هستخدمها ازاي وفي ايه. نيجي بعد كده على الفلو شارت. الفلو شارت التلات انواع. اول نوع اللي هو السامبل فلو شارت وده اللي هنشرحه النهارده. تاني نوع اسمه الديزيشن فلو شارت وده اللي هستخدم فيه شكل الديزيشن اللي احنا لسه قايلينه جوه السامبلز بتاعتي اهو الشيب ده. ده الديزيشن ده اللي هستخدمه في السكند تايب او النوع التاني اللي هو هيكون الديزيشن فلو شارت. وبعد كده عندي اخر نوع واسمه looping flow chart. النهارده هناخد مع بعض السيمبل فلو شارت وهبدا بشرحه. اول حاجه خالص بتقابلني جوه السامبل فلو شارت الاكسرسايز ده، هو الاكسرسايز ده طالب مني ايه؟ هو طالب مني درو فلو شارت، ارسم فلو شارت فور ا بروجرام. طبعا انا ما ينفعش ارسم الفلو شارت اللي لما كنا عامله الالجوريثم الاول زي ما اتفقنا، بكتب الالجوريثم في ستيبس وبعد كده بعرضه بالرسم في الفلوت شارت. فبالتالي طالما لقيت كلمه درو فلوت شارت اعرف اني هكتب الالجوريثم فور ا بروجرام لبرنامج ذات ويل كالكوليت، هيحسب لي ذا سام اوف تو نمبرز، هو هيحسب لي مجموع الرقمين. الرقمين دول مالهم؟ انترد باي ذا يوزر، هيدخلوا عن طريق اليوزر، اند ديسبلاي ذا ريزلت، وطالب مني اعرض الريزلت. طبعا قبل ما ابدا في البرنامج ده لازم اصنفه حاجه حاجه. احنا اتفقنا اول ما تقابلني برنامج وعايزه احله لازم اطلع ثلاث حاجات مهمين جدا. ايه هما الثلاث حاجات دي؟ ايه هما؟ اول حاجه خالص لازم علشان اعمل define the problem هطلع الاوتبوت والانبوت والبروسيس. اي بروجرام هيقابلني لازم
انفذ الثلاث حاجات دول الاول، لازم اطلعهم من البرنامج بتاعي. طيب تعالوا نرجع كده ونشوف ايه هي الاوتبوت والانبوت والبروسيس في البروجرام ده. اول حاجه قال لي draw flow chart for program، تمام، will calculate the sum of two numbers entered by the user. طالما entered by the user اعرف كده ان ال two numbers دول هم الانبوت بتاعتي، ومين اللي هيدخلهم؟ هيدخلهم اليوزر. طيب ايه هم ال two numbers دول؟ طبعا ممكن يوزر يدخل اي two numbers مختلفين عن اليوزر التاني، ممكن يوزر يدخل 2 و 3، يوزر تاني يدخل 5 و 7، يوزر تالت يدخل 9 و 10. طيب هنعمل ايه؟ احنا مش هنقدر نضيف numbers كnumbers جوه البروجرام، لكن هنضيف حاجه اسمها variable. ايه هو الفاريبل ده؟ هاجي عندي هنا جوه الانبوت في البدايه، عندي اهو دول ال define the problem. هاجي اقول له ان الانبوت هخليه the first number is a، اول رقم اول نمبر هسميه a، والسكند نمبر هسميه b. ايه ال a وايه ال b؟ ال a وال b دي تعويضات عن النمبرز المفروض تدخل، يعني قلنا كل يوزر هيدخل رقمين مختلفين، فبالتالي انا هحط له variable اسمه a، وايه ده بيشيل كل الارقام، وvariable تاني اسمه b، وb برضو بيشيل كل الارقام. فالانبوت بتاعتي هتكون ال first number a والسكند نمبر b. طب ايه هي الاوتبوت؟ الاوتبوت هو مجموع الرقمين اللي هو ايه؟ sum of two numbers، تمام كده. طب ايه البروسيس؟ البروسيس هتكون C equal A plus B، يبقى C دي معناها هي الاوتبوت، يبقى الاوتبوت بتاعتي هتكون C، والانبوت هتكون A وB، والبروسيس اللي هحل عليها مش هو عايز الـ sum of two numbers، ادي sum of two numbers، وهتظهر الريزلت بتاعتهم جوه C. طيب نيجي كده بالراحة نبدأ نكتب الالجوريثم. اول ما قابلني بروجرام وهبدا احله لازم اقسم الكوبي بوك بتاعتي نصين، نص فيه الالجوريثم وهكتب الستبس بتاعتي. طبعا اتفقنا ان اول حاجه خالص في اي بروجرام هتكون الستارت، يبقى نمبر 1 ستارت. بعد كده بعد ما بفتح البرنامج ايه اللي يحصل؟ المفروض اليوزر هيدخل الرقمين، يبقى هتقابلني الانبوت، تمام كده. ايه هي الانبوت بتاعتي؟ قلنا نمبر A ونمبر B، وفي كلمات بتدل على ان ده انبوت. ايه هي الكلمات اللي بتدل على الانبوت؟ اول كلمه هي كلمه انتر، تاني كلمه هتكون ريد، تالت كلمه هتكون انبوت، وفي كمان جيت، تمام. عندي اربع كلمات بتدل على ان ده انبوت: انتر، ريد، انبوت، وجيت. بعد كده بعد ما اليوزر هيدخل لي الرقمين هتتم بقى البروسيس. البروسيس بتقول ايه؟ ان سي ايكوال اي بلس بي، السي ده مكان هيتخزن فيه الريزلت اللي هي الريزلت بتاعت ايه؟ اللي هو الفيرست نمبر بلس السكند نمبر، والاوتبوت بتاعتي هتكون سي. يبقى اول حاجه خالص فتحت البروجرام، اليوزر دخل الرقمين، برنامج بدا يعمل لي الايكويشن، وبعد كده اخر حاجه خالص هي برنت الاوتبوت. برنت الاوتبوت دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيطلع لي السي. برنت السي معناها برنت اون سكرين. هو انا لما بتعامل على اي كالكوليتر يا اولاد ايه اللي بيتم؟ بفتح الكالكوليتر، بعمل ستارت، وبعد كده بدخل التو نمبرز بتوعي، وبعد كده الكالكوليتر لما بعمل ايكوال هي بتعمل لي الايكويشن، وبعدين ما بضغط بتطلع لي برنت الريزلت اللي هي عندي هنا فاريبل اسمه سي على الشاشه بتاعتي، تمام. واخر حاجه خالص هتكون الاند. يبقى احنا اتفقنا ان اي بروجرام هيبدا بستارت وينتهي باند. وبعدين لو جينا هنا بصينا عند الايكويشن دي هنقول سي ايكوال اي بلس بي. ناخد بالنا ان اي بروسيس بتكون متقسمه لليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، والليفت هاند سايد دايما بيكون هو الاوتبوت، والرايت هاند سايد دايما بيكون هو الانبوت. وبعد كده بنقول برنت الاوتبوت، واخر حاجه الاند. نيجي بقى نعرض الالجوريثم ده على الفلو تشارت. اول حاجه كل ستيب من دي انا هاخدها اعرضها بالسيمبل الخاص بيها. احنا قلنا ستارت واند بيترسموا جوه التيرمينال، فادي الفلو تشارت اول خطوه، ادي التيرمينال. قلنا الانتر اي وبي دي انبوت، قلنا ان الانبوت والاوتبوت بيترسموا جوه باراليلوجرام. اللي يعرفني الفرق بين ده انبوت واوتبوت؟ قلنا الكلمات. كلمات الانبوت كانت ايه؟ انتر، ريد، وانبوت، وجت. كلمات الاوتبوت برنت واوتبوت. طيب دلوقتي انا هرسم الانبوت جوه باراليلوجرام، ادي باراليلوجرام هكتب جوه انتر اي اند بي، وبعد كده هنقول له الايكويشن سي ايكوال اي بلس بي. احنا قلنا الايكويشن اي ايكويشن بتترسم جوه ريكتانجل، اهو رسمناها في الريكتانجل. نيجي بعد كده عند برنت السي، طبعا دي اوتبوت والاوتبوت جوه باراليلوجرام. واخر حاجه الاند، قلنا الستارت والاند ترسم جوه التيرمينال، هنلاقي تيرمينال هنا تاني، تمام. يبقى اول ما يقابلني بروجرام عايزه انفذه
بطلع فيه الـ problem definition ثلاث حاجات الـ input والـ output والـ process عشان تسهلني في الحل. تاني حاجة بقوم بالـ algorithm. الـ algorithm بيكون ايه؟ بتكون عبارة عن steps مكتوبة مترقمة 1 2 3 4 5 وبعدين بعد ما بخلص الـ algorithm برجع اعرضه تاني بالـ flowchart عشان اسهل فهم الـ program. تمام كده؟ ادي الاكزامبل. طيب في شويه بوينت كده لازم ناخد بالنا منها واحنا بنحل اي فلو شارت. الفلو شارت should start with the start symbol and end with the end symbol اللي هو الترمينال، الترمينال الخاص بالستارت والاند. نمبر 2 قلنا الاي والبي والسي ار فاريبل نيمز، هي عباره عن اسماء متغيرات. طب يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان كل يوزر هيدخل ارقام مختلفه، فانا ما ينفعش ابرمج البرنامج بتاعي على ارقام مختلفه. لو جه يوزر دخل لي اي ارقام غير اللي انا مبرمجاها هيطلع لي ايرور، فبعوض عنها باي وبي وسي. دي معناها ان دي فاريبلز. يعني ايه بقى الفاريبل ده؟ هو عباره عن ريفير تو ا ميموري ستورج، هو مكان جوه الميموري بي هولدز فاليو، يعني بيحمل فاليو. تمام كده؟ يعني اي هتشيل فاليو كل الارقام، بي هتشيل فاليو لكل الارقام، سي هتشيل فاليو لكل الارقام اللي هي مجموع اي ان بي. نيجي بعد كده للبوينت اللي بعدها نمبر 3، ذا ايكويشن سي ايكوال اي بلس بي، دي عباره عن ايه؟ هي السم اوف ذا فاليو اي تو ذا فاليو بي اند ستور ريزلت ان سي. زي ما قلنا الاي بلس بي هيتخزنوا الاثنين مجموعهم جوه الفاريبل اللي اسمه سي. بعد كده انترنج فاليو اي اند بي بتتم عن طريق انتر، كلمة انتر عشان هما ايه؟ علشان هما انبوت، قلنا انتر او ريد او انبوت او جت، الاربع كلمات صح، وبترسموا جوه البارلوجرام. نيجي بعد كده البوينت اللي بعدها، الايكويشن لازم تترسم جوه ريكتانجل. احنا قلنا اي حاجة فيها ايكوال لازم تترسم جوه الريكتانجل. نمبر 6 الاوتبوت لازم تترسم جوه باراليلوجرام، وفي كلمتين بيعبروا عن الاوتبوت هي برنت واوتبوت، وبتترسم جوه الباراليلوجرام زي ما قلنا. اخر حاجه بقى الفلو لاينز، والفلو لاينز دي هي اللي بتوضح لي الاوردر، هي اللي بتبين لي الفلو شارت بادئ فين ومنتهي فين. ده كده الاكزامبل بتاعي خلص. ده اكزامبل نمبر 2 بيقول لي ايه؟ درو فلو شارت تو سولف ذا فيرست ديجري ايكويشن، عايزني احل الايكويشن دي. طبعا هو انا مديني الايكويشن مسهل عليا خالص، انا مش هفرض بقى ان انا عندي تو نمبرز ولا اي حاجه، ومديني الايكويشن جاهزه. طيب من الايكويشن دي تعالوا كده نطلع الانبوت والاوتبوت والبروسيس. انا قلت لكم قبل كده ان انا عندي الايكويشن في ايكوال، الليفت هاند سايد بيكون هو دايما الاوتبوت والرايت هاند سايد بيكون هو الانبوت، يبقى الاوتبوت بتاعتي هي الواي والانبوت بتاعتي هي ايه؟ طبعا هتقولي 3 اكس بلس 2، تمام، بس هي ال 3 دي نمبر معروف وال 2 دي نمبر معروف، مين هنا الانون؟ الانون هي الاكس، يبقى الانبوت هي الاكس والبروسيس هي الايكويشن نفسها. طب يلا نشوف، ادي ديفاين ذا بروبلم، هبدا اعرف المشكله بتاعتي. الاوتبوت هي واي زي ما قلنا، الانبوت هي الاكس، والايكويشن بتاعتي او البروسيسنج بتاعتي هتكون واي ايكوال 3x بلس 2. نبدا نكتب الالجوريثم بتاعها ونعرضه بالرسم في الفلوت شارت. اول حاجه هو بدانا بستارت، بعد كده انتر اكس، ممكن طبعا انتر او ريد جيت اي كلمه من كلمات الانبوت. بعد كده calculate هيحسب لي الايكويشن y equals 3x plus 2 و print y will end. كل خطوة من دول برسمها في السيمبل الخاص بيها، ادي الستارت وادي الانتر. ستارت طبعا ستارت واند اتفقنا بنكتبهم في terminal، بنرسمهم سوري جوه الterminal. نيجي عند الانتر x، دي input، قلنا الانبوت والاوتبوت بيترسموا في parallelogram. ادي الانبوت x، طبعا كتبت انتر x صح، جيت x صح، ريد x صح. بعد كده ال y equals 3x plus 2 هكتب هرسمها جوه rectangle لانها equation، واجي عندك بعد كده في print the value of y، دي طبعا هتكون parallelogram عشان هي output والend في الterminal. طيب عندي بس كده شويه ملحوظات لازم ناخد بالنا منها، ان الليفت هاند سايد زي ما قلنا لاي equation لازم بيشيل one only one variable. طيب تعالوا كده نشوف، وبيكون دايما هو الاوتبوت. تعالي كده نشوف الاكزامبل اللي قبله اللي كنا حلين عليه اهو، دي الايكويشن. ايكويشن بتتكون من ليفت هاند سايد رايت هاند سايد. الليفت هاند سايد ده لازم يكون وان فاريبل اونلي. طبعا احنا لو قلبنا الايكويشن دي في الماس وعكسناها هتكون هي هي صح، يعني لو قلنا واي ايكوال 3x بلس 2 هي هي 3x بلس 2 ايكوال واي، ده في الماس صح، لكن في الكمبيوتر غلط، ما ينفعش، لازم اقول هنا وان فاريبل اونلي، لازم اقول هنا واي ايكوال 3x بلس 2. تمام؟ طب دايما بتكون الليفت هاند سايد ديت هي الاوتبوت،
طب والرايت هاند سايد بتكون الانبوت دي طبعا عشان يسهل عليا الحل. يبقى تاني ان ايكويشن لازم الليفت هاند سايد بيكون 1 فاريبل اونلي، بيكون هو الاوتبوت اهو برنت واي. طيب والرايت هاند سايد بيكون هو الانبوت. تعالوا نشوف مع بعض. The left hand side of any equation should contain only one variable. The value of this variable will be the output. لازم يكون هو الoutput of the solution. نيجي بعد كده للright hand side of the equation. Many contains abstracted values or arithmetic expressions that have one or more variables. وبتكون دايما هي الinput. نيجي بقى للهومورك. ده اكزامبل انا عايزاكم تحاولوا تحلوه في البيت، ده ما فيهوش حاجه خالص، هو بس كل الحكايه اللي فيه ان هيبقى عندي تو بروسيس. هعمل بروسيس للاريا وهو مديها لي اهي، وعندي بروسيس للبارامتر، وعندي طبعا هنا هخليكم تحاولوا بقى نطلع هنا من الاكزامبل ده الانبوت وهنطلع الاوتبوت، وانا قلت لكم ان دي ايه التو بروسيس. نحاول نحله وان شاء الله الحصه الجايه هنشوفه. كده الفيديو بتاعنا انتهى، ومعادنا ان شاء الله مع الفيديو الجاي. Good luck.